السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي اخواتي داخل وخارج الوطن، إن شاء الله نلقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. فقبل ما نبدأ في صلب الموضوع طلبا وليس أمرا، كنتمنى أنكم تعملوا اللايك والبرتاج، والناس جداد اللي مازال ما اشتركوش اشتركوا في القناة باش دائما توصلوا بما هو جديد بخصوص زهير الله يرحمه وقضية محسن اللي صفها الزهير. فإخواني أخواتي، خبر حصري اللي توصلنا به اليوم بخصوص الوضع الصحي ديال محسن مولفعلة، محسن الحوات اللي صفها الزهير الله يرحمه بديك الطريقة البشعة اللي شفناها كاملين. فبسبب هذا الوضع الصحي اللي أثار توجز عائلة محسن بينما كان معتقل في الزنزانة الفريدة ديالو يخوض واحد معركة إضراب عن الطعام، حتى سقط مغمى عليه وينقل على وجه بسرعة إلى المستشفى، حيث تقدمت له يعني مجموعة من الإسعافات الأولية حتى يرجع يعني الحالة الصحية العادية كما كانت في الأول. إخواني أخواتي، فالأسباب اللي خلاته أنه يحتج بديك الطريقة من بعد ما تأكد يعني للمرة الثانية خبر أن العائلة زهير رفضت الاعتذار دياله، وهادشي اللي خلاه يزيد يعني يعيش في واحد الدوامة من الندم الشديد وتأنيب الضمير. شوف أخوتي، يعني أي واحد اللي كيقوم بهاد الفعلة الشنيعة اللي ما يبغي الله لعبده، ف بطبيعة الحال هذه غريزة في أي إنسان إلا قام بشي عمل يعني ما غيرضاش حتى لنفسه وما غيرضاش لعائلته أو أعز الناس عنده. فبالتالي راه الدماغ وحتى العقل راه كيفكر بعد ما كيقوم ديك الفعلة بدون يعني بدون وعي، وهادشي اللي خلاه انه يعيش واحد الدوامة ديال القلق ويعني وأثر نفسيا، يعني تأثر نفسيا، راه الناس ما كيشوفوش اخواني اخواتي في الزنزانة ديالو، وحتى يعني الأصوات المناهضة داخل يعني هذيك المؤسسة ديال مول البركي، هذوك الناس النزلاء راه كيحاولوا انهم دائما يفكروا ديك الفعله الشنيعه اللي قام بها ضد ولد الحي ديالو، لان بعض الناس النزلاء اللي تحكموا يعني من ابناء المدينه وعارفين الحقيقه كامله والاخلاق العاليه اللي كي ينعم بها هذاك زهير الله يرحمه. هادشي كامل جا في تصريح الكثير من الجيران والاصدقاء، وهذه شهاده يعني في حقه، راه حتى واحد ما كذب، كلشي قال الصراحة. على أي مهما كانت هاد الحقائق ومهما كانت هاد الآراء وهاد الشهادات، فكيبقى خوتي هذاك الفيديو وهذيك الطريقة اللي قام بها هاد محسن، ديك الطريقة البشعة، وحتى المعاونين ديالو اللي غياخدوا يعني نفس العقوبة، ربما غيكون واحد التخفيف لأنهم كانوا مشاركين في هاد العملية. إخواني أخواتي، فنحن كمغاربة اللي كان طالبوا بأقصى العقوبات في حق هاد السفاحين اللي خطوا لهاد الفعلة، يعني راه كان واحد التخطيط يعني راه مدة أسبوع وما كيخطوا لهاد يعني زهير الله يرحمه باش يصفوها لديك الطريقة وباش يمحيوه، لأنها كانت يعني مجموعة يعني قاسم مشترك بين هاد محسن الأصدقاء ديالو وزهير، هو الحقد، الحقد والانتقام. فهادشي كيشكل واحد يعني صراحه هاد المحسن راه كون هاد العصابه، راه كون عصابه باش خطوا لهاد السيد والعائله ديالو المكلومه والام ديالو اللي مازال ما باتش اخواني اخواتي في اي منبر اعلامي، فهي مازال اخوتي يعني مصدومه لان فقدت واحد الابن، واحد الابن اللي رباته وكبراته واللي كان الحلم ديالو، يعني زهير الحلم ديالو اخواني اخواتي انه يمشي لعند الاب ديالو ديال اسبانيا ويعيش تما ويتزوج يعني ودير الاسره ديالو، ولكن هذاك الحلم ديالو كامل اخوتي تبخر يعني ومشى يعني على يد هذا السفاح اللي هو محسن، اللي مازال كيعيش واحد الحاله من الرعب، راه النوم ما كيجيش اخواني اخواتي. حتى الدعوات ديال 40 مليون المغاربه اللي مازال كيدعوا على هذا السيد، لانه صراحه راه كاين اللي ما دخلش العقل ان واحد
صديق ديالو، ربما ان صديق ولو يكون العدو ديالو، ما خصوش يعمل ليه بهذه الطريقه. فالعالم كامل اخواني اخواتي راه تفرج في هذا الفيديو ليوثق هذه الفعله، وتصدم الكميه ديك الحقد كما ذكرت، ديك الحقد والغل والشر اللي في هذوك الناس اللي هما المعاونين ديال هاد محسن، واللي هما على هيئه بشر. راكم شفتوا الصور ديال هذوك الناس وهذوك الاصدقاء، غير الطريقه ديال التعامل ديالهم، الطريقه ديال اللباس ديالهم، والصور اللي حاطين يعني الشراب يعني في ديك السوق العزيب، اسفي، حاطين اخوتي يعني شتى الوسائل، شتى يعني انواع المخدرات والمشروبات يعني الكحوليه. فهذا ان دل على شيء فانما يدل على السيطره، وعلى نحاولوا انه ما يقولوا حنا اللي كنسيطروا على السوق، ما يمكنش شي واحد يدخل ويحط السلعه ديالو ويبيع، ف احنا اللي مسيطرين على هادشي كامل. فكنتمنى من السلطات ان تعيد النظر في هذه المسائل، ربما ان في الاونه الاخيره فالمسؤولين راه مشاو لمدينه اسفي وداروا يعني المجهودات ديالهم، راه لقاو المدينه ومازال كتنقل المدينه ان شاء الله بحول الله، وغتكون مدينه اسفي كمدينه يعني نموذجيه في الامن والامان، وهادشي كنستبشروه خيرا. يعني حتى السكان اسفي راه حسوا يعني ولمسوا هذا التغيير. فكما ذكرت يعني هذا العالم كامل تصدموا بالكميه ديال الحقد وهذا الغل والشر ديال هاد الناس اللي هما على هيئه يعني بنادم، وهما بالاساس وحوش. يعني راه كتشوفهم انهم بشر، ولكن هما في الاصل راهم وحوش، فحرام يضلوا عايشين في هذوك الناس. هذوك الناس اخواني اخواتي لازم يتعذبوا ويتعذبوا مثل ما عذبوا دوك زهير، والاكثر من هذا انهم شوهوا يعني صراحه ديك الجثه ديالو بديك الطريقه، قطعوا اليد وجهوه لوجهو وجلد لي مصارنو وقرجطو القرجطه ديالو. فكنطالبوا القضاء المغربي، وكنطالبوا كذلك جلاله الملك الله ينصرو يدخل على الخط في هذه القضيه حتى يتم انصاف عائله زهير. فكنتمنى كذلك من السيد الحموشي اخواني اخواتي باش يعطي ديك الاوامر ديالو لرجال الامن باش ينقيو الاحياء، يعني جميع الاحياء ديال المغرب ماشي غير اسفي، ينقيو الاحياء من هذوك المجرمين اللي كيحملوا ديك السيوف. يعني يلقاو غير واحد هز يعني موس صغير، فلابد انه يتحكم، يعني تكون اقصى العقوبه هي 5 سنوات باش يردعوا هاد الناس، ما يبقاش ديك الكريساج وتهديد المواطنين، وهكذا سترتاح البلاد والعباد من شر هؤلاء. فإخواني أخواتي الإجرام وتصفية الأبرياء لا يحتاج لا إلى المحاكمة ولا إلى تحقيق ولا إلى سجن ولا إلى عفو. فهذا الشيء يعني من الضروري أننا نعالجوه بالتصدي لهؤلاء. أي واحد غير هز واحد مو صغير ف لابد انه يتحاكم باقصى العقوبات. هادشي اللي كنتمناو اخواني اخواتي. فإلى عجبكم اخواني اخواتي الفيديو، حاولوا انكم تبارطاجيو وتعملوا اللايك باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.